اهلا وسهلا بيكم، برحب بيكم مره تانية كل مشاهدينا الكرام. وزي ما قلت لكم قبل الفاصل، احنا هنتكلم دلوقتي عن هذا القانون الجديد اللي بيجهز الان، وان شاء الله هيكون العمل به قريبا بمشيئه الله، فيما هو متعلق بالموارد المائيه والري وحمايه نهر النيل. لدينا قانون جديد هيصحح كل ما هو كان في مثلا تقصير او عوار في القانون القديم، واعتقد ان اهم حاجه هو حمايه هذا النهر العظيم، وهو ايضا ان هو يكفل الحياه بطريقه امنه او باخرى من خلال قواعد ومحددات تلزم علينا احنا ان احنا يبقى عندنا عمليه في ترشيد الاستهلاك بتاعنا، وبالتالي نحتفظ بكميه اكبر من المياه او نؤمن احتياجات المياه للجيل اللي بعدينا واللي بعدينا وما الى ذلك، خصوصا ان احنا عندنا مشاكل في هذا الموضوع، مشاكل داخليه ومشاكل خارجيه. اسمحوا لنا ارحب بضيفنا الكريم دكتور يسري خفاجي، رئيس الاداره المركزيه للاملاك بقطاع التخطيط بوزاره الموارد المائيه والري. دكتور يسري برحب بحضرتك يا فندم، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، شرفنا ومنورنا. اهلا بحضرتك. وانا عارفه ان حضرتك جاي مشوار يعني شويه كده صعب، والدنيا حر جدا. لا خير ان شاء الله باذن الله. نبتدي من الدنيا يعني. حر يا فندم، التغيرات المناخيه ولا ايه راي حضرتك؟ لا مفيش مشكله عندنا خالص، جنود يعني. كتير بس نبتدي شويه كده بعمليه التغيرات المناخيه، وهل القانون الجديد للري هل له دور في اخطار ممكن تترتب عن التغيرات المفاجئه دي يا دكتور؟ بالتاكيد يا فندم. بدايه خليني يعني اشكر حضرتك على الدعوه الكريمه واسره البرنامج ومن منبركم الكريم. خليني بدايه طالما بنتكلم عن القانون ان انا اوجه الشكر والتحيه لكل من ساهم من زملائي في وزاره الموارد المائيه والري وبالوزارات الاخرى في الخروج بالقانون لهذا الشكل المحترم الذي يعالج العديد من اوجه القصور في القانون الحالي اللي هو القانون رقم 12 لسنه 1984 قانون الري والصرف. لو هنبتدي بما حضرتك طرحتيه، موضوع التغيرات المناخيه وحاله الطقس اللي احنا بنشهدها خلال الاونه الاخيره ويمكن خلال الايام الماضيه اقرب ما يكون، القانون راعى هذا الكلام جيدا في مواده وفي ابوابه فيما يتعلق بحمايه السواحل البحريه، فيما يتعلق بحمايه المنشات اللي هي تم انشائها كمشروعات سياحيه وتنمويه وخلافه. في طبعا انت عارفه حضرتك اغلب المشروعات الصحيه بتبقى موجوده على ساحل البحر وفي المناطق اللي هي الساحليه وكده، اغلب السيول والامطار اللي بتاتي متجهه يا اما على نهر النيل يا اما بتذهب على الخارج على حته اسمها دلتا بتاعه السواحل وكده، ممكن تؤثر على الاستثمارات السياحيه والكلام ده كله. القانون حط ضوابط تفصل ما بين ما هو يجب ان يتم ويتم التعامل معه في الاوديه التي تستقبل مياه السيول وكده، وما بين ما هو على الوزاره انها تقوم به من حمايه بحكم ان الوزاره هي الوزاره المعنيه باداره هذا المورد الهام جدا للدوله وفي ظل ما نعانيه من تحديات. بالفعل القانون فيه، وممكن هنيجي نتكلم عنه فيه وخاصه فيه في الباب الثامن اللي هو حمايه السواحل وحمايه الموارد المائيه والحاجات دي كلها. هناك فصل كامل الباب الثامن وتحته فصل في ثلاث فصول من ضمنها حمايه الشواطئ البحريه، مخرط السيول والحاجات دي كلها. تمام. طب يا دكتور، يعني دائما ما بتفاجئنا الطبيعه، يعني احنا عندنا مفاجآت واحيانا بتبقى المفروض انها مفاجآت بشكلها المنطقي انها جيده جدا، ولكن يمكن النهارده كان في جرايد، لما اذكر جريده الاهرام اتكلمت عن ولكنها ضاعت سدى. هل في القانون ما يحمي هذا الامر ولا ده بعيد عن التفنيدات اللي بتتم الان مناقشتها في هذا القانون؟ خلينا نرد على هذا ونطمئن كل من يعني يعتقد بان هذه الثروه المائيه ذهبت سدى. لا، في عندنا في القانون ايضا هناك مواد في القانون الموارد المائيه والري الجديد تتحدث عن تنميه الموارد والحفاظ عليها وترشيدها، بل يمتد ذلك الى ان انا ازاي اعظم من البحث العلمي والتكنولوجي في اعمال حديثه. يمكن احنا هقول لحضرتك احنا يمكن في الباب الاولاني في باب في فصل حطينا فيه التعريفات بنعرف يعني ايه موارد مائيه. نعم.
عرفنا الموارد المائيه من كافه موردها، سواء كانت موارد سطحيه، مياه سطحيه بتيجي من نهر النيل اللي هو المورد الرئيسي، مياه جوفيه، كافه الموارد المائيه الموجوده. وقلنا ان احنا ممكن نصل من التكنولوجيا ومن الدراسات العلميه ان احنا نعمل استمطار للسحب، يعني اللي بيجينا. يعني شوفي الطبيعه بتحدف علينا دلوقتي وضحك، لا احنا ممكن احنا في ظل احتياجاتنا، لا ده احنا هنستدعي الطبيعه بتكنولوجيات. يمكن الوزاره يعني بتوجيهات السيد الوزير والمختصين في الوزاره بننهج هذا النهج في الوقت الراهن ان احنا نعمل هذا الكلام، ازاي تتغلب على الطبيعه فيما يخص حمايه، يعني عارفه في مشروع قائم موضوع التغيرات المناخيه للمناطق الساحليه اللي هو كلايمت تشينج ريزيلينس على السواحل البحريه والكلام ده. كل هذا الكلام بيتناول الكلام ده. خلينا بقى نرد على الحته بتاعت قدرت مياه الامطار التي نزلت او هطلت خلال الفتره اللي فاتت في تقدير وتقرير صادر عن مركز تنبؤ حوالي 60 مليون متر مكعب في اماكن معينه. هذا كان لا يذهب سدى، في منها ما ذهب الى بحيرات تخزين، في منها ما ذهب الى حاجه اسمها هربات في المناطق الصحراويه. يعني هتجدي ناحيه مطروح في هربات منشاه، تلاقي في سينا في هربات. الهربه دي بتبقى جزء زي خزان معمول تحت الارض وموجود فيه زي فتحه شراع كده، الميه بتيجي بتخش في الخزان، بيتعمل عليه زي ماخذ ميه اقدر اسحب بيه بعد كده بموتور واغذي، يبقى انا خزنت ميه. الحاجة الثانية لو حتى ما فيش هذا الكلام، هي ذهبت للخزان الجوفي لتشحن شحن طبيعي للخزان الجوفي. يعني هي موجودة اوريدي، وده بيبقى موجود. دايما متخوفين ان احنا نسحب من الخزان الجوفي لانه نادر التعويض، لكن حضرتك ما بتقول دلوقتي الامطار دي لا، شحن طبيعي. شحن طبيعي، شحن طبيعي. نعم. واللي راحت للصرف الصحي فعلا هنقدر نستفيد منه؟ انا هقول لحضرتك الصرف الصحي هناك ضمن خطه الموارد المائيه والري، يمكن خطه بيشارك فيها العديد من الوزارات المعنيه، اسكان وصحه وبيئه وري و و و خطه حمايه الموارد المائيه والري 2017-37، خطه عشرينيه. الخطه دي بتراعي فيها كافه هذا الكلام، وخاصه ان احنا لابد ان نلجا واللجوء الى مياه الصرف الصحي ومعالجتها واعاده استخدامها اصبح ضروره. وبناء عليه اي مياه ذهبت للصرف الصحي فهي اوريدي هتبقى محسوبه في الميزان المائي ويتم نقول بقى البناء عليها في هو ده تحدي كان. نعم. يتم تحويل الفرصه، هذه الفرصه اوريدي الوزاره عامله حسابها ضمن خططها لتعظيم الاستفاده من المياه والترشيد والتنميه، الخطه اللي هي ضمن استراتيجيه الموارد المائيه والري، مش 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 2017 37 لا، ده 2050، خطه طويله او استراتيجيه طويله بتتفرع لخطط مرحليه. نعم. 20 سنه 25 وهكذا. نعم. اذا هذا الكلام معمول حسابه ضمن الميزان المائي اللي نقدر نتغلب بيه على التحديات المائيه. قلت لنا هذه الجزئيه لان الحقيقه ناس كتير قوي بتشوف الامور بمنظور سيء، فاحنا بنقول لا ما فيش حاجه بتضيع سودا، وكل حاجه ان شاء الله هتبقى تحت الـ يعني الـ التخزين زي حضرتك ما قلت، وبعد كده الاستفاده، وهيبقى في استخدامات اخرى لهذه المياه ان شاء الله. طيب نيجي نتكلم بقى يا فندم عن بنود القانون. احنا طيب. لدينا الكثير من البنود، حضرتك قلت ان التغييرات المناخيه ده في البند رقم 8 في الباب الثامن في هذا القانون. احنا عندنا كام باب اساسا؟ طيب. في هذا القانون الجديد ماشي فندم. مش هنستعرضهم بقى كلهم، انا مش عايزه اتعب حضرتك يعني. همر عليهم كده على اساس المشاهد الكريم والزملاء في الوزاره والمعنيين والمهتمين في الوزارات الاخرى اللي بتلمس في تعاملاتها اليوميه مع وزاره الموارد المائيه والري. انا هقول انه احنا عندنا 10 ابواب، قانون الموارد المائيه والري عباره عن 10 ابواب. ال 10 ابواب دول تحت كل باب منهم عدد من الفصول اللي بتتعامل مع جزئيه معينه. تم تناول القانون في العشر ابواب في 132 ماده. المواد الاساسيه اللي بتحكم وبتحكي الـ 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 القانون ومواده وتعاملاته، بنتكلم في 118 ماده اللي هو الباب التاسع بينتهي بيها، اللي اسمه الباب اللي هو حضرتك الاحكام العامه والختاميه. وبيجي 14 ماده دول بيتكلموا عن العقوبات بقى. يعني لو ابتدينا بالباب الاولاني، الباب الاولاني بيتكلم عن الموارد المائيه نفسها بيعرفها، والاملاك العامه ذات الصله بالموارد المائيه والري. ده الباب الاولاني، ده فيه فصل كده تعريفات. طب هنقول طب انت ايه تعريفات وايه الكلام ده؟ التعريفات دي بتحد من مشكله حيويه قد تخل بمبدا قانوني وانا رايح اطبق. على سبيل المثال وهقولها بسرعه،
عرفنا من هو المهندس المختص، المدير العام المختص، الاداره العامه المختص. كان في القانون الحالي كان اسمه المدير العام الري هو المعني بهذا الكلام. حضرتك عارفه وزاره الموارد المائيه الري فيها ري وصرف وماجه وفيه وحمايه نيل وكذا وادارات وقطاعات وخلافه. اما تحصل حاجه على النيل في زمام اداره ري بتاع الري هو اللي لازم مدير عام الري هو اللي لازم يروح ويعمل ويصدر قرار الازاله في حاله المخالفات وخلافه. تمام. وهي صرف. لو مدير عام الصرف عمل هذا الكلام اخلي بماده في القانون وبناء عليه الاجراء يعتبر فيه قصور وما ينفعش الكلام ده كله، يعني اخلي بالعقوبه لو في عقوبه. يقول لك مش هو المعنى انه يحرر ولا هو المعنى انه يصدر قرار. فحددنا تحديدات دقيقه لهذا لهذه التعريفات على اساس لما تيجي تروح يجي محامي يروح ماسك حته معينه يقول لك لا ده مش هو، لا ده كذا، لا ما لمهندسين الري مهندسين الوزاره وما عليهم يتم تنفيذه وتطبيق. القانون هو الحد الفاصل او الشعره الفاصله ما بين ما يجب ان يتم واخده بال حضرتك وما هو متجاوز عنه ويوجب عقوبات عليه. فهنا نقول الفصل الاولاني اللي هو فصل بتاع التعريفات اللي تم فيها تعريف كافه شيء بحيث تزيل اللبس في التطبيق والاجراءات القانونيه. في فصل تاني بيتكلم بقى بيعرف الاملاك العامه ذات صله بموارد المياه والري. يعني ليه بقى؟ انت عارفه وزاره الري عندها شبكه متراميه الاطراف من الترع والمصارف ونهر النيل وتتجاوز ال 55 الف كيلو متر طولي، عامله زي الشرايين في جسم البني ادم بتغذي. فاحنا نقدر نقول ان وزاره الري بشبكه الري بكل هي شرايين الحياه في مصر واللي هي بتتعامل مع هذا الكلام. حاجه تانية خالص بقى ان انا الاملاك اللي موجوده عند الري دي المنافع الجسور اللي الكلام ده كله الوزاره بتعاني في بعض الاحيان من عجز في الاعتمادات الماليه اللي هي جاي اصلا الدوله والظروف كنا بنعاني منها واوا. طب ما احنا نعظم الاستفاده من الاصول دي ونقول طريقه التعامل عليها بحيث انها تدر دخل للدوله يزيل عن كاهل الماليه عبء ان تدبير فلوس، لا ما هو جه اهو يوفي ان انا اعمل صيانه واحسن انتقال الخدمه ان انا اوصل الخدمه للمنتفعين في كافه القطاعات ان كانت زراعه وسياحه صناعه قطاع الكهرباء كله بخدمه ممتازه ومؤدبه. ده الفصل الاولاني ويمكن جه في 17 ماده. نيجي نمسك الفصل الثاني حضرتك ده بيتكلم عن حقوق الارتفاق. حقوق الارتفاق دي اللي هي يعني بتتكلم عن انت حضرتك مزارع وانا مزارع واخ تاني مزارع وهكذا، مفروض ان احنا بنتعامل مع الميه. عندك ارض خاصه بيكي ومسقه وليكي مصرف خاص خصوصي وكلام. طيب انت حضرتك جايه تاخدي مني ترخيص كوزاره ري عشان تعملي فتحه ميه فتحه ري. لما تاخدي دي ما تبقاش خاصه بيكي، لا نقول لك لا في خلي بالك كنت بتاخدي الميه دي وبيعمل ترخيص. المزارع اللي اسمه فلان اللي بعدك ده هياخد ميه في القنايه اللي انت واخده بيها هنا، الترخيص ده مش خاص بيك، ما تقدريش تمنعيه، ما تقدريش تحرمي حق اسمه حقوق الارتفاق اللي هو المتعاملين على نفس احنا رفقاء في نفس الخط ده. فالقانون حدد هذا الكلام يمكن في الباب الثاني ومحطه بحدوده بالياته وامتى المدير العام المختص يتدخل ويفصل في النزاع بقرار اداري. لسه ما نلجاش بقى للنيابه ونروح ونعمل والحاجات الاجراءات الطويله. فالقانون سهل هذا الكلام وحط له ضوابطه اللي هي تحكم تسهيل الخدمة المؤداة للجميع في ضوء حقوق الارتفاق. الباب الثالث اتكلم وده فيه ثلاث فصول اتكلم عن توزيع المية في إدارة وتوزيع المية. اتكلم عن موضوع الفتحات بتاعة الري والصرف و الوزارة دورها ايه وازاي تحكم الترخيص بحيث انه يبقى ضامن للجميع عداله في توزيع الميه. في حاجه تانية في الفصل كمان بيتكلم عن الالات الرفع. الدوله بتعمل الات رفع ميه على الترع الرئيسيه والكلام ده كله بتكلف فلوس كثيره تصل لمئات الملايين وتصل في بعض الاحيان لمليارات وهكذا يعني. هذا الكلام لابد ان يتم يعني عشان نصين المحطات ديت لابد ان اللي بترفع له الميه لابد ان هو يتحمل اجزاء في هذا الكلام على اساس الصيانه والخدمه، حاجه تحسين خدمه مؤديه لهم. برضو القانون حددها وحددها بما لا يتعارض مع الدستور ومع القواعد القانونيه العامه. لو رحنا الباب الرابع بقى هنتكلم فيه عن اللي هو حضرتك مشاركه المنتفعين في اداره وصيانه وتشغيل جزء من مرافق الري اللي هم احنا بنقول رابط مستخدم الميه. رابط مستخدم الميه ده نموذج مثالي للمشاركه.
اللي هي يمكن الإدارة الحديثة للموارد المائية والري بتلجأ إليه، مش الموارد المائية والري بس، بل بالعكس يعني أي عملية منظومة إدارية لابد أن يكون هناك مشاركة سواء للقطاع الخاص المشترك، سواء كان للقطاع للمنتفعين أنفسهم مع القطاع العام، الحاجة اللي هي الببليك برايفت بارتيسيبيشن والحاجات دي كلها، لكن بيبقى لها منظور نقول مردود ذو نفع عام. نعم. يحقق المصلحة العامة ويخفف العبء واللود عن مهندسين أو القائمين على الإدارة من الحكومة، بحيث يحسن الخدمة المؤداة للمنتفعين دول. يعني هي عملية كلها تشاركية. أيوة. تضمن خدمة ممتازة وخدمة خدمة جيدة. نعم. الروابط ما كانش لها شكل قانوني في القانون الحالي، اتحطت هنا بقى لها شكل قانوني، وأن يتم صدور قرار وزاري بتشكيل الروابط. احنا على فكرة في مصر في هناك تجارب موجودة بناء على كان نقدر نقول كان في بعض المنح والخبرات في دول أوروبا تم نقلها من خلال يعني نقدر نقول اللي هو بيسموه اللي هو يعني حاجة دعم مؤسسي من الاتحاد الأوروبي لينا. في أكتر من 10,000 رابطة موجودة على مستوى المساقي، نقدر نقول على الأون فارم مانجمنت، على مستوى الحقلي والحاجات ده كله. مجالس مياه، هيتم تشكيل مجالس مياه تبقى هي حلقة الوصل ما بين الروابط وما بين الحكومة. كمجلس استشاري بينقل نبض الروابط للحكومة ويرجع تاني من الحكومة بالحلول والمقترحات و بحيث ان هو يبقى البرين ستورم بتاع الروابط وهمزة الوصل مع الحكومة، بحيث ان مش هيجي لك 10,000 رابطة بقى يعملوا معاكي كونسلتيشن ويتشاوروا عشان يعملوا حاجات من هذا القبيل. ده الباب الرابع. لا ده الخامس. لا ده الرابع. طب ندخل بقى على الجزئية، أو يعني مش عارفة ده هيبقى رقمه كام، وهو تلوث مياه النيل. تمام. ده مش عارفة بقى هو أنهي باب من هذه الأبواب. تمام. ولكن إحنا لو ده الباب السادس. ده الباب السادس. حماية نهر النيل ومجرى نهر النيل وجسوره والكلام ده كله. نعم. الباب السادس أفرض تماما لنهر النيل العديد من المواد التي تتحدث عن حماية نهر النيل من كافة شيء. يعني يمكن حضرتكم يعني كلنا كنا لمسين ما يحدث في فرع رشيد من أقفاص سمكية وتلوث وخلافه. طبعاً. تم حظر تام لعملية تربية الأقفاص السمكية في المياه العذبة، مياه نهر النيل وخلافه. فهذا كلام أصبح محظور ومجرم يستوجب عقوبات شديدة ومغلظة، وتم تغليظها في نقدر نقول في الباب العاشر باب العقوبات. هذا كلام. حاجة تانية، حظر عشان برضو تاني احافظ على مية النيل نفسها بقى كمية كمورد. اللي هو مية النيل العذبة ما ينفعش ان انا اخدها دايركت من النيل واعمل بيها مزارع سمكية. لا، المزارع السمكية ممكن اخد مية تانية بكواليتي تانية بالكلام ده كله المعروف جدا في الاكوا كالتشر. الزراعات المزارع السمكية بتحتاج مية، يعني مش بضرورة تبقى بيور مية نيل صار كلام من ده، مية المصارف مع كذا خلط يعني. وبناء عليه ده تم حظره وتحظره. وعلى فكره ده بيكون نوع من انواع التغذيه للسمك ذات نفسه. بالظبط. نعم. بالظبط كده. حاجه تانية برضو تم تحديد وبدقه منطقه حظر، منطقه الحظر اللي هي يحظر فيها على نهر النيل، على شاطئ على جانبي نهر النيل يحظر فيها اقامه اي منشات في هذه المنطقه، الا حاله واحده بس. الحاله الوحيده دي لما يبقى لاغراض نفع عام وبتبقى بموافقه مجلس الوزراء. مجلس الوزراء هو الامبريلا اللي شايفه وبتشوف اللي بتبص على الوضع العام وبتقول والله انا ممكن اعمل. على سبيل المثال يعني ممكن يبقى في مشروع قومي هيحقق للدوله ويدر للدوله عائد عالي جدا، ويعني دوت ممكن يقول لك ده هيبقى مستشفى عالمي، مستشفى ايا كان. ايا كان المشروع له صفه النفع العام، ده اللي يستثنى وبيبقى بقرار من مجلس الوزراء. تم برضو حضرتك تاني موضوع المخالفات اللي هي قائمة قبل القانون. في مخالفات في منطقة اسمها منطقة مقيدة خارج هذا الكلام. القانون الحالي كان له حدود يقول لك لما تيجي حتى لو حضرتك ليكي أرض خاصة قريبة من نهر النيل على الشط، يعني كده بعيد كيلو نص كيلو أيا مكان، ليك أرض خاصة بتاعتك وعايزة تعملي فيها عمل خاص، لابد انك تيجي تأتي تاخدي ترخيص من وزارة الري.
اصبح كده انت مقيده ان انت تعملي عمل خاص الا بترخيص طبقا للاشتراطات والضوابط التي تضعها وزاره الموارد المائيه والري. لو هتعملي مبنى، هتعملي حاجه، يقول لك جيبي لي موافقه الصحه عشان الصرف الصحي، وجيبي لي البيئه، جيبي لي كذا، كل هذا الكلام عشان يتحقق ان العمل الخاص ده هيبقى طبقا للضوابط والمعايير التي تحكمها قوانين الجهات الاخرى. وزاره الري لا تعزف منفرده في هذا المضمار، بتتعاون وتنسق مع الوزارات الاخرى. في حاجه كمان حضرتك برضو المهمه جدا نقدر نقول عليها فيما يخص نهر النيل. يعني نهر النيل عليه منافع خاصه بمنافع ري، يمكن بنشوف وبنطالع جميعا مع الوزير دايما يتكلم ممشى اهل مصر ومجلس الوزراء والكلام ده كله، من مانيا للروضه لحتى عايز حضرتك نوصل، ويبقى ده نموذج 15 مايو، ويبقى نموذج مكرر على الكورنيش، على 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 كورنيش النيل في كله، في المحافظات كلها. يمكن يعني يحضرني هنا، احنا كنا في لجنه استرداد الاراضي اليوم، استرداد اراضي الدوله، وكان محافظ الاغلبيه مقدم مقترح وبيناقشوا مع الوزاره على اساس يعظم الاستفاده من نهر النيل في مسافه ما وفي حبس ما. تعظيم الاستفاده من هذا الكلام له بعدين، له بعد جمالي ولو بعد اجتماعي، اللي هو انا يعني المواطن العادي المصري البسيط يقدر يتمشى في مكان واجد متنفس بعد الضغوط الحياتيه واليوميه، يشم ومنظر جميل والحاجات دي كلها بالظبط كده. يعني ده هذا العمل لما بتعمله وزاره الري وبتقدمه، هي بتخفف ضغوط واعباء اجتماعيه قد يعني ينتج عنها اثار اخرى غير مستحبه. صحيح. وبالتالي يعني اعتقد انه عمل محمود للوزاره وقيادات الوزاره، انها وهيبقى في شق اقتصادي عليها كمان. الشق الاقتصادي ان دي املاك دوله. فبالتالي لما اجي انا احدد اماكن فيها استثمار بقى تعيد على تدر للدوله عائد، عشان نقدر اصين مجرى نهر النيل، اقدر اخلي مفيش حشايش ولا ورد نيل ولا الكلام ده كله اللي بيؤرق اللي هو التلوث البصري اللي ممكن ينتج، يبقى ده برضو عائد اقتصادي. احنا بنحقق بعد بيئي، بعد جمالي، بعد نقول اجتماعي، والعائد اقتصادي في حلو قوي. طب دكتور يسري، ده يعني ابرز الابواب، او حضرتك استعرضت تقريبا معظم الابواب العشره. في ابواب متعلقه بينا احنا كمواطنين، ترشيد الاستهلاك والوعي بقيمه قطره المياه اللي بتكلف كتير قوي، عندنا فاتوره باهظه كل سنه بتزيد هذه الفاتوره. هنا في حاجه؟ في طبعا يعني في طبعا يعني يمكن حضرتك، انا يمكن هتكلم على موضوع الوعي والترشيد وخلافه. القانون الحالي لم يتناول آليات تدبير جزء من الاحتياجات المائيه المتزايده دي، يعني عن طريق التوسع في استخدام مياه الصرف الزراعي والكلام ده كله. يمكن وزاره الري بالتنسيق مع الساده المحافظين، وزاره نقدر نقول وزاره التنميه المحليه وتوجيهات الساده المحافظين، ولينا راي في قوانين بتاعتها. يعني قانون المياه ده قانون خاص بياخد راي فيه، قانون الري قانون خاص بالري باخد راي فيه الجهه الاخرى. صح. فهو تم تغليظ هذا الكلام، ان الناس اللي بترش بالخرطوم وبتاع وتغسل والكلام ده كله، فاصبح هذا الكلام يعني موجود. الحاجه الثانيه، احنا قد نلجا في وقت من الاوقات ان انا يعني اعمل ادير، يعني مش هقول وزاره الري لا، يعني قد يكون هناك اللي هو اداره المانجمنت بتاعت المايه نفسها بروتيشن، قد انا ما اعرفش بروتيشن، يعني عمليه بالحضرتك اللي هي بيسموها يعني حته يعني زي المطارفه زي كده بجدوله معينه في توقيتات محدده وحاجات من هذا القبيل. لكن خلينا نتكلم، هينفع ده؟ لا يعني انا بص حضرتك، او التصور يعني يمكن ينفع في بعض، يعني في تجارب حاصله من الكلام ده في بعض الدول ودول متقدمه جدا حاصل فيها تجارب زي كده. لكن خلينا نتكلم في ما هو تحت ايدينا، عشان يبقى الواحد بس ما بيتجاوزش في الـ في الـ في الكلام، طالما هو مش حادث ولا قيد التنفيذ. فحته ان انا المخالف فيما يخص اهدار الميه، ده العقوبه بقت عقوبه مشدده، وفي بقت منها الغرامه الماليه، وفي حاجات قد تصل في بعض الاوقات. طب عمليه الرصد للمخالف من الاساس بقى دكتور يسري، هيبقى الامر سهل وهين؟ لان دلوقتي المخالف في عمليه الاهدار صعب ان احنا نرصده،
كده يا فندم ولا ايه؟ بص يا فندم، يعني في اليات لعمليات الرصد مختلفه لحد ما خلينا احنا من ناحيتنا كوزاره ري وما تتعرض له المجاري المائيه من مخالفات سواء تعدي بالبنى او سواء كان صرف صحي او عندنا فرق العمل بتاعتنا، المهندسين والمشرفين والملاحظين والبحاره اللي موجودين على القنوات المائيه موجودين يوميا، والمهندس في ايده السجل في ايده السجل جدا الحقيقه. طبعا لازم اوجه لهم التحيه لانهم بيعانوا جدا في مهمتهم دي. الجديد في القانون فيما يخص الجزئيه دي ان انا بزيل ازاله فوريه للمخالفه، تزال ازاله فوريه. كان الاول بعمل محضر ومصالحه وابعت للشرطه، شرطه النيابه تختار النيابه والنيابه تختار كذا واطلع قرار اداري بالازاله. هذا الكلام دورتها تاخد 3 4 ايام اسبوع، يكون المخالفه استفحلت امرها و و و والكلام ده كله. خلاف كده انا ما كنتش اقدر اتحرك، لان القانون بيقول لي امشي في الاجراء 1 2 3 4 5. لو جيت كسرت وعملت بريك لاي حاجه من هذه الاجراءات اصبح خلل في الاجراءات. تمام. يخلي يخل بالصالح بالظبط كده المخالف او المتعدي. دلوقتي يمكن في التعريفات احنا عرفنا حاجه اسمها رجال الاداره في الباب الاولاني. رجال الاداره ليهم دور ودور مهم جدا، واحنا يمكن بندعوهم من الان ان هم يتكاتفوا مع الوزاره واجهزه الوزاره المعنيه في كافه المحافظات ان هم يطبقوا القانون من ناحيتهم. الجزئيه دي تتعلق بايه بقى؟ رجال الاداره موجودين في العزب ونقدر نقول والمدن وخلافه. اما تحصل مخالفه وانا ضبطتها، خلينا نقول واحد شاون بالليل زلط ورمل واسمنت عشان يعمل يبني بيت على ما على على, على منافع ري ولا كم من ده على ارض دوله، املاك دوله عامه. فانا بروح على طول رايح وراصد المخالفه وعامل كده، وبجيب رجال الاداره اقول له تحفظ على هذا الكلام لحد ما اجيب المعدات والكلام ده كله تاني يوم، او ممكن في وقتها وازيل الكلام ده كله واشيله والكلام ده كله. اصبح هنا رجال الاداره لهم دور تشاركي، ورجال الاداره اللي هم يعتبروا مثلهم كان وزاره التنميه المحليه، هو منظومه من نقدر نقول مشاركه كافه الجهات وكافه المعنيين. والاحساس بجزء من الملكيه والمسؤوليه. ده مش ملك وزاره الري بس، لا ده ملك حضرتك وملك المواطن العادي وملك الجميع، يجب ان نحافظ عليه من التعديات. وفي مهدها كده نلحق نشيل الكلام ده يعني. ولك حضرتك ان اقدر اقول لك وزاره الري يعني يمكن منذ تطبيق قانون سنه 84 حررت ما يزيد عن 600,000 مخالفه تعدي، وما بين زراعه مخالفه ما بين مباني. ازلنا 70% منها. أزال وزارة الري بجهودها وبالتعاون مع الجهات الأخرى محليات وفي حماية قوات الأمن وقوات إنفاذ القانون، تم إزالة 70% من أكثر من 450,000 مخالفة. وبرضه تاني هنقول نقطة مضيئة في ظل الدولة جادة في إنها تسترد يعني حقوق الشعب اللي هي نقدر نقول الأراضي أملاك الدولة. في الثلاث سنين السابقة منذ أن أطلقت حملة إنقاذ النيل في 5 يناير 2015 على مدار ثلاث سنين حتى تاريخه، تم إزالة أكثر من 35% من هذه المخالفات اللي أنا بحكيها لحضرتك. 35% من جملة اللي حصل على مدار 33 سنة، أي في ثلاث سنين شلت 35% من كل اللي حصل على مدار 33 سنة. ده يعني إن الدولة جادة وبتوصل رسالة بتقول إن من يلتزم هياخد حقه كويس جدا، ومن سيخالف سيجد العقوبة الرضيعة يعني. طيب. في نقطة تانية معلش هستأذن حضرتك فضل. يمكن إحنا بس على سان في ظل محدودية الموارد المائية والندرة والكلام ده كله، المية الجوفية. المياه الجوفية تم إفراد باب ليها، باب خاص بالمياه الجوفية. هو ما كانش ليها باب في القانون، كان لها مادتين ثلاثة كده. واللائحة التنفيذية بتروح تكمل. لكن احنا قلنا لابد أن تكون مواد صريحة في القانون، واللائحة التنفيذية يجي بقى زي ما يجي، يعني تيجي كتيرة تيجي كذا، لكن لابد المادة في القانون لها قوة أكثر من اللائحة التنفيذية. اللائحة التنفيذية بتفسر. فحطينا في أفرادنا المياه الجوفية باب، نظرا لأن هذا المورد اللي هو احنا بنركن إليه وخطة الدولة في إصلاح البلو نصف فدان وخطة المستقبلية نقول المرحلة الأولى يعني. المياه الجوفية لها باب عشان احافظ عليه من التلوث. اتفرضت مواد كثيره بتضع على الجهات اللي حتى اللي البترول اللي بيستخرج مواد بتروليه انه اي عادم عنده يحقنه في نفس الطبقه. يعني خدت من على 1000 متر لازم تحقن في نفسها، ما تحقنش في حته اعلى منها، على اساس ممكن الحقن بتاعك يجي في طبقه فيها ميه
تدي هيدرو كاربونز وتعمل، لا القانون جه وراعى كل هذا الابعاد الفنيه والابعاد اللي هي قد تمثل خطر على هذا المورد النفيس اللي احنا بنركن اليه في ظل الندره والكلام ده كله. انا عايز اقول برضو تاني مهارات سيول، كنت لسه هسال حضرتك عنه، خصوصا ان طبعا دي متداخله مع وزارات مختلفه، فالمواقع بتاعتها وتقسيمتها وهذه الامور. طيب هنتكلم فيها دلوقتي مع حضرتك القانون نظر اليها ازاي يعني. احنا يمكن قبل 2015 او مع بدايه 2015 مع اول سيول حصلت، ونقدر نقول عواصف يعني خلينا نقول تغيرات مناخيه بصوره عنيفه حصلت لما حصلت في غرب الدلتا عام 2015 شهر 11 و12 وانت كده حضرتك. وزاره الري كانت متهمه، يعني خلينا نقولها بصراحه، لان كل يعني كان بيبقى فيه كده اشاره وزاره الري ما عملتش ما سوتش الكلام ده كله. وزارة الري في هذه الفترة في العام ده بالذات بذلت جهود حساسة جدا، وكانت وضع خطة يعني عندها خطة خمسية خمس سنين انها تعمل منشآت سيول، حواجز توجيه، مخرات السيول اللي موجودة ازاي تعمق وتوسع بحيث انها تستوعب مياه اكثر وتنقل المياه بامان واريحية بعيد عن انها تأثر على الناس. يمكن الخطة دي كلها كانت يعني في تقديرات الوقت كانت تصل لحوالي 9 مليار وشوية، تمام. وبالفعل ابتدت التمويلات بتاعتها تاتي يعني بتدفقات ماليه بتوقيتات محدده حسب الاعوام الماليه وحسب البادجت المتاح، لحد ان احنا عملنا وصلنا النهارده يعني تقريبا حوالي تلتين المستهدف، حوالي 6 مليار اتصرفت في الكلام ده كله. يمكن حضراتكم كلكم لامسين راس غارب وسفاجه وجنوب سيناء وناحيه مرسى مطروح وي كل هذا مخارات سيول اللي في الصعيد 117 مقر متوزعين على المحافظات بتاعت وجه قبلي وشويه ناحيه الاسماعيليه. كل هذا الكلام وزاره الري عملته. نيجي نقول كان ايه بقى دايما وزاره الري، عشان هي وزاره الميه ما عملتش والسيول والكلام ده والحاجات دي، قلنا والله تعالوا يعني احنا عرفنا برضو في الباب الاولاني ما هو مخر السيل عشان نحدد مسؤوليات. مش اي حاجه اسمها مخر سيل، لا الوادي الطبيعي اللي في الجبل ده مش مخر سيل، ده اسمه وادي طبيعي وعرفناه في التعريفات عشان نقول كذا. الوادي الطبيعي اللي في الجبل اللي ماشي ده ولايه جهاته، لو ماشي في المحافظه الفلانيه اصبح ولايه المحافظه الجهه المسؤوله عنه وعن ادارته ومنع اي معترضات. والري ملهاش علاقه، الري لها علاقه بمنشات الحمايه اللي بتتم عليها. لا الري لها علاقه بالوادي طبعا. الري يعني عندها تقديرات وتنبؤات واحصائيات تقول ان انا الفيضانات هيجي لي من الحته الفلانيه كل 20 سنه 50 سنه بشده كذا باب الكلام ده كله. هتيجي ناحيه جنوب سيناء، هتيجي ناحيه البحر الاحمر، هتيجي ناحيه هنا، هتنزل على سلسله جبال البحر الاحمر في الجنوب وانت رايح هنا واسوان والحتت دي كلها، وبالتالي بتاخد الاجراءات الاحترازيه بناء على الدراسات الفنيه وهذه الاحصائيات وتقول انا هعمل هنا سد اعاقه عشان في نهاية هذا الوادي في هناك تجمع سكني أقدر أعمل حاجز توجيهي يعمل كده. وزارة الري بتقوم بالأعمال الفنية التي تحمي وتضرب أخطار هذه الأسيول. طيب الراجل اللي جيب أنا في الوادي بعيد عن يعني يمكن إحنا حددنا كمان منطقة الحظر لمخارات السيول أو لمنشآت الحماية من أخطار السيول، حددناها في التعريفات، قلنا المنشأ بتاعي إن كان سد إعاقة أو أيا من كان، وفي منطقه في الابستريم في منطقه الامام ومنطقه في الخلف، هذا الكلام محظور فيه عمل اي اعمال ولا اي حاجه. ما حدش يجي يعمل هنا اي عمل ولا يعمل اي منشا ولا يعمل اي حاجه في المسافه دي. تمام؟ ليه؟ لان انا عشان اقدر اجي وناور واعمل كذا واعمل الصيانات لما يبقى في ترسيبات طمنيه وخلافه، اقدر اصين المنشا بتاعي بحيث يعمل يبقى ديورابل ويتحمل العمر الافتراضي اللي انا صممته وانشاته عشان. طب الوادي بقى ايه قصته؟ الوادي في محافظه الساده المحافظين واللي هم بالفعل ايديهم في ايد الوزاره خلال هذه الايام وبعد ما حصل لنا يعني اكتسبنا خبرات من هذا الكلام، ممنوع منعا باتا ان يتواجد اي حد يبني في اتجاه المخر، لانه لو جاء سيل عالي عن المتوقع هياخده في وشه ويصبح يقول لك الدوله ما عملتش والناس ما عملتش. لا فاحنا بنقول في بدال الوقت يا ريت الجهات المحليه، طيب جت محليه ما شافتش وانت بتروح تصين سدود، انا ببلغ بقول له ان في المكان الفلاني هو ده التنسيق التعاون ما بين الجهات، بقول له ان في المكان الفلاني في المسافه الفلانيه في الوادي الفلاني هناك بدايه ناس بتبني، فيروح المحليات رايحه وتروح الكلام ده. لا
طب ما هو بشأن، ما هو قائم بقى يعني، ما هو قائم بالفعل؟ في تلاقي في كتل سكنية بالفعل كبيرة في بعض الوديان وبعض الحاجات دي. يعني ده يمكن كان من أحد المقترحات، ويمكن برضو يمكن توجه الدولة ان يبتدي يعني يدبر البديل لهذه التجمعات، على أساس نبتدي تخلى من المخرج تماما. لأن لما بيجي السيل عالي وتحصل كارثة، حياة بني آدم بثروة يعني، ويمكن ده توجه الدولة يعني. طيب ده يا فندم فيما هو متعلق بقى ب اتكلمنا عن المخرات، اتكلمنا عن عمليات التلوث والتعديات على نهر النيل، اتكلمنا ايضا كمان على ترشيد الاستهلاك. اعتقد احنا كده لمينا تقريبا اكتر البنود اهميه. طب معنى كده ان احنا نقدر نقيم هذا القانون بهذه الابواب العشره بان هو بالفعل قادر على حمايه نهر النيل، اللي هو على ما اعتقد بقى هو كده هيقدر ان هو يوفر هذا الغطاء الآمن لنهر النيل وللأجيال القادمة؟ أنا أقدر أقول لحضرتك عن ثقة، لأن أنا يعني إيدي في القانون مع زملاء كثيرين وأساتذتنا في وزارة الموارد المائية والري، ممن هم أنا نقدر نقول بسميهم يعني مشايخ أو شيوخ الري، يعني الخبرات العتيقة القوية في كل ما هو قيد أنملة خاصة بالقانون وبالمشاكل بتاعة الري. أقدر أقول لحضرتك إن هو تم صياغة المواد بتاع القانون في أبوابها العشرة، 132 مادة باحترافية، وتم مراجعتها في وزارة العدل في قطاع التشريع بوزارة العدل. يمكن نقدر نقول إن هو ده الذراع بتاع الحكومة اللي بيراجع قانونية الصياغة. طبعا بعد كده بتروح مجلس الدولة طبعا، ومشايخ القانون في مجلس الدولة بيبصوا عليها وبيناقش في البرلمان في الوقت الحالي. خلينا نقول تاني أستاذة نادية، إن لابد إن إحنا جميعا في المجتمع نعي المشاكل اللي بتحيط بينا يعني، وفي ظل التغيرات المناخية اللي إحنا بنتكلم عنها، في ظل محدودية الموارد المائية والري، في ظل الكلام ده كله، لابد إن متلقي الخدمة أو كافة القطاعات المستخدمة للمياه تعي ان انا وزاره الري ما بقول انت ليك نصيب، او انت يعني القطاع ده مستهلك للكميه دي، يبقى لابد انه يعرف ان هي دي كميته لا يتجاوزها. لما بنتكلم على زراعات، فلابد من اخواننا المزارعين، زعلانين من الرز اخواننا المزارعين يعني نعم. يعني تاني انا اقدر يعني انا يعني خلينا نقول الميه ما اقدرش اشتريها يعني الميه ما اعرفش اشتريها، انا ما اقدر اشتري سلع يعني، واخده بال حضرتك يا فندم؟ طب يعني انا بقى محتاجه من في حضرتك ظل هنا، المحدوديه، محدوديه الموارد، هنا انا انا عايزه لابد كلمه حضرتك تقولها انا بس والله، وممكن نعملها برومو عشان الناس الزعلانه. انا في رسالتين عايز اوصلهم يعني. اتفضل. انا عايز اقول ان الميه ماشيه بقدر من الله سبحانه وتعالى، ما حدش يعني اللي معتقد انه ما بياخد ميه اكتر ده اكتر من حقه، ولا بيجور، هو بيجور على حق غيره. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه العزيز في سورة القمر في الآية رقم 12، بسم الله الرحمن الرحيم: ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. هذا الكلام عام يعني، قانون الرباني الإلهي قال كل واحد هيجي له ميته، حتى اللي جاي من خارج حدودنا. المياه اللي جاية من خارج الحدود، لو حد معتقد أنه يقدر يمسك قدر الله سبحانه وتعالى في مياه ولا في غيره، احنا في ثانية قامت عاصفة ترابية، قامت مياه، قامت سيول، عملت في ثانية تقوم حاجة رب سبحانه وتعالى يبعت عشان يمشي قانونه. ربنا سبحانه وتعالى يمشي قانونه. القانون بتاعنا بتاع الموارد المياه والري ما هو إلا أداة وضعية احنا بنضعها، مش عايز أقول بقى باحترافية يعني، بقدر ما لدينا من نقدر نقول من خبرة في التعامل مع الحاجات الآتية، على أساس إنها تبقى الأداة اللي بتنفذ يعني قانون ربنا سبحانه وتعالى الإلهي. على نعم. الأرض يعني. رسالة رسالتين هوجههم لكل المواطنين في مصر، سواء بكافة القطاعات المستخدمة للمية يعني لابد إنك تحس، وكلنا نشعر ونستشعر بالملكية. إحنا كلنا مالكين المية. مع هذه الملكية، أنت ما بتبقى مالك بيت وحاجة زي كده وبيتعرض لأي خطر ولا حاجة، بتقف وتحامي وتدافع عنه بحياتك وبروحك، بتعتبر عرضك وأرضك وبيتك وأولادك والكلام ده كله. لا، لابد إن إحنا برضو ننظر إلى الماء والنصيب اللي جاي لده على إنه يعني
يعني ده كذا. فنرجو ان الجميع يلتزم بالقانون، الشعره الفاصله ما بين الصح والغلط لابد ان احنا نلتزم بيها عشان نخفف العبء على مهندسي الري والناس اللي القائمه بتنفيذ القانون، ويركز في انه يحسن لك الخدمه، اوسع القنوات المائيه، اطهر، اعمل الكلام ده كله، ميتك تجي لك في وقتك في توقيتك. دي رسالتي الجميع، لابد ان احنا كلنا نبقى عند مسؤولياتنا علشان يمكن ربنا سبحانه وتعالى يرضينا بالمقسوم لينا، يعني بالمقسوم لينا دون جهد ودون عناء دون جهد ودون عناء. نعم. ودون صحيح. جور على حق الـ 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 الاخر. الحاجه الثانيه رساله ومن غير قلق، من غير قلق، بأريحية، عايشين بحاله من القلق بأريحيه. نعم. الرساله الثانيه اللي هوجهها بقى كده، يمكن رساله غريبه شويه هوجهها. القانون ده معني بالموارد المائيه والري، والموارد المائيه والري بتبدا بنقطه ميه، بنقطة أو قطرة مياه بتنزل من مطر، بتمشي بتروح، سواء كانت مياه سطحية تنزل المياه أو في كده. فأنا بوصل رسالة لنقطة أو قطرة المياه اللي هو القانون ده معني بيها، بقول لها يعني، هي رسالة يعني ذو فايدتين أو يعني لها شقين. بقول لها اطمئني اطمئني اطمئني، فهناك شعب واعي، مصريين واعيين جدا، هناك شعب واعي يعي ويقدر قيمتك ولن يهدرك، بل سيعمل جاعدا على تنميتك. و يعني 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 القائمين على تطبيق القانون وعلى حمايتك ناس واعيه وناس فاهمه، ولن يضروا مستخدمين الميه، بل بالعكس هيوصلوا لهم ويحسنوا لهم الخدمه من خلالك على اكمل وجه واحسن ما يكون يعني. نعم. الحقيقه والله كلام حضرتك اشبه ما يكون بحمله مكثفه اتعملت تقريبا دلوقتي في اقل من ساعه. الحمله دي ويمكن ختمت بهذا النداء والخطاب لقطره المياه. نحن نطمئن انفسنا من خلال هذه الكلمات اللي حضرتك قلتها، لدينا ناس بتخطط كويس، ولدينا ايضا كمان قلق عام. احنا مش عايزين نقلقكم، احنا عايزين نقول لكم ان شاركونا هذا القلق علشان يبقى عندنا نوع من انواع الاطمئنان العام. اذا ما كناش نقلق ونشتغل لدحض هذا القلق مش هيجي لنا الامان ابدا. الحقيقه احنا بنشكر هذه الجهود، وبنتمنى ان شاء الله ان يتم التصديق سريعا سريعا في مجلس الشعب على هذا القانون المهم جدا. حضرتك عايز تقول كلمه اخيره؟ هو بمناسبه التصديق يعني يمكن في جهود حثيثه من الوزاره وصلت يعني كللت بان المشروع القانون وصل مجلس النواب، ويمكن يعني الحمد لله تم يعني مناقشه ما يزيد عن 55-60% منه ماده وتفصيلي، حرصا من الساده النواب على ان هذا القانون يحقق مصالح الشعب ويحقق يعني الحمايه للمجاري المائيه ويضمن وسيله امان. واحنا يعني نتمنى ان شاء الله باذن الله انه يخرج القانون للنور قريبا ونضم صوتنا لصوت حضرتك. يا رب يا رب يا فندم. وان شاء الله نتمنى ان كل المواطنين دلوقتي يعوا ويتعاملوا ايضا هم كمان بمسؤوليه مع قطره المياه اللي دلوقتي رضاها على الهواء مباشره. الحقيقه دكتور يسري خفاجي رئيس الاداره المركزيه للاملاك بقطاع التخطيط بوزاره الموارد المائيه والري، يا فندم بشكر حضرتك وبشكر جهودكم وبشكر هذه الفلسفه العميقه. ناس بتشتغل الحقيقه بفلسفه مختلفه. بشكرك يا فندم. شكرا لك. اهلا فندم. الله يخليك. مشاهدينا الكرام انتظرونا بعد الفاصل ان شاء الله، هنتكلم عن مجلس نقابه المهندسين الزراعيين. باشمهندس محمد دي البدري هيكون معانا بعد هذه الدقائق المعدوده.